السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مطبخ أم منصف. اليوم غنشارك معكم واحد اللطة ديال الحوت ديال السرديل، طوا ديال الحوت. غادي نعطي هاد الحوت، غادي ان شاء الله غادي نخرجوا على الطريقة اللي مالفة كنعطيكم بها. ودابا هاد مختلف على داك الحوت اللي عطيتكم، وبغيتكم تتبعوا معايا من الاول حتى الاخر باش تشوفوا النهايه وتشوفوا الطبق كيفاش كيتقدم. وان شاء الله راه غادي يعجبكم كيف ما كيعجبني انا، غادي يعجبكم حتى نتوما ان شاء الله، وغنشاركوا معاكم. دابا غادي نبداو على بركه الله بالمقادير اللي غادي نديرو. عندنا هنا كيلو، انا عندي كيلو ديال السرديل، وداك الشيء على حساب الاشخاص اللي عندكم كديروا على حسابه. انا عندي هنا كيلو، غادي ندير على حساب كيلو ديال السرديل. عندي هنا يا جوج كيسان، عبرت بهذا الكاس مسوح، عبرت به هذا الرز. انا درت بسماتي، ولا بغيتوا ديروا داك الرز الصفر ديروه، الا بغيتوا ديروا هذا بسماتي كديروه، انا عجبني هذا درته. عندي هنا جوج بصلات متوسطات الحجم صغار، نقيتهم وفرنتهم بحال ما هكا. وعندنا هنايا واحد الكاس ديال العنبه ديال الزبيب ديال هاد العنب الجاف. وعندنا هنايا عصير ديال الليمون والبرتقال، نص كاس عصير ديال البرتقال. وعندنا الرند عصير سيدنا موسى، وعندنا الملح، وعندنا ثلاثه الفصوص ديال الثوم، وعندنا هاد الهيل هذا، عندنا اربعه الحبات. وعندنا هنايا واحد القشور ديال برتقاله غير النص ديالها حكيتو. وعندنا معلقه صغيره ديال القزبر اليابس، وعندنا واحد اربعه ديال الحبات ديال القرنفل، وعندنا واحد معلقه هنايا خويت عليها البابريكا ما بانتش، عندنا معلقه صغيره ديال البزار، وعندنا القرفه، وعندنا البابريكا التحميره مخلطه بالحار، الحار الحاره والحلوه. هادو هما اللي عندنا ديال المقادير. وعندي هنايا السميده ديال الدراي، الا عندكم حتى السميده ديك البيضه ديال باش نديروا البغرير غادي تديروها، المهم انا ما عنديش، عندي غير تاع الدره جبتها درتها. صافي هادو هما المقادير. ودابا غادي نبداو على بركه الله. انا غادي نبدا من الرز حيت خصني نخليه يرطب ياخذ شويه ديال الماء. غادي نغسلو مزيان وغنخليه في الماء بارد. ودابا انا درت زيت مخلطه، درت ما بين زيت الزيتون وزيت المائده، درت جهد ديال نص كاس ديال العنبه، هادو هما اللي درت. صافي انا غادي ندير دابا هاد البصله، نخليها تشحر حتى يذهب اللون ديالها، وغادي ندير الثومه وغادي نتلاقاو باش غادي نوري لكم كيفاش. دابا المرحله الاولى درت البصله فوق البوطه، ها هي درتها باش غادي تشحر. ودابا الرز غسلته درته في الماء بارد، غادي نخليه في هذا الماء حتى نبغيه عاد باش غادي نصفيه من الماء ونديره في الطنجره. دابا غادي نخليه على جنب هنا. ودابا انا غادي بعد ما كنغسلو السردين كنغسلوه وكنسقطروه من الماء وتنحيدو ليه داك السلسول. انا خليت ليه هذا اللي ما بغى يحيدو كيحيدو، تندير ليه بحال ما هكا. انتوما هاد الجهه كتدير، كنجيو للتشينترو هنايا ديال الطاوة كنحطوه بحال ما هكا، ثاني نديروا العمليه هكا، وحده وحده ماشي كتبعدوه باش ما ملي ديروا الحشوه ما تحلش ليكم. تتبقاو غاديين بحال ما هكايا.
دائما كتقادو. ودابا انا غادي نمشي بحال ما هكايا حتى نكمل الدوره، وغادي تشوفوا كيفاش. ودابا انا غادي ندير الثومه، وغادي ندير هذا الهيل، غادي ندير التوابل كلهم. غادي ندير الملحه، الملح اللي غادي يملح لينا. غادي ندير واحد شويه ديال الرمد، عندي غبره. وغادي ندير هاد العصير ديال البرتقال ونص ديال الحامضه معصر. ودابا انا غادي ندير الرز. دابا غنزيد شويه في الفرن، غادي نخليه حتى يطلع الغليه باش ياخذ من داك الرز، باش ياخذ من داك المذاق ديال البرتقال مع الليمون مع السيترون. وغادي ندير هذا العنب المجفف، هذا الزبيب ها هو على جنب، غادي نديرو وندير الماء الكافي اللي غادي يطيب ليا الرز. ودابا المرق تيكون لينا فوق الماء، كنديروه فوق الرز بحال ما هكا. انا درت جوج كيسان ديال الماء عامرين، المهم تيكون على هاد بحال ما هكا. هانتوما شفتو كديرو هكا، كيبان لكم واحد شويه الرز بحال ما هكا كديرو ليه باش ما يبقى، باش يجيكم هو هذاك في الطياب ديالو ما يتعجنش. دابا غادي ندير هذا، ودابا غادي نغطي عليه، وغادي غير يطلع الغليه غادي نقص البوطه، وغادي نخليه على عافيه مهيله ونغطيه حتى تيطلع الرز على خاطرو، ما نجهدوش عليه البوطه باش ما يتحرقش وما يكفاناش الماء. ودابا بعد ما شرب كله هذاك الماء، دابا غادي نحيدو هاد العود، هذا غادي نحركو بحال ما هكايا غير بشويه هكايا من التحت هكا باش ما يلصقش لينا، راه ما ملصقش. هانتوما دابا انا غادي نطفي عليه. دابا هو بعد ما كيشرب داك الماء صافي راه طاب، راه غير 10 دقائق صافي راه تيطيب هو في ساعه. هانتوما دابا انا غادي نطفي ونخليه يبرد واحد الشويه، حيت ما نديروهش دابا على الحوت باقي سخون بزاف، غير تهبط الحراره ديالو واحد الشويه وغادي نتلاقاو باش غادي تشوفوا كيفاش غادي ندير. ودابا انا غادي نبدا ندير
في الحشو ديالنا. انا عندي سطامبه كبيره وعندي الحوت دايره غير كيلو، وانتم البنات راه ديروا الا بغيتوا ديروها عامره مزيان راه ديروا 2 كيلو ديال الحوت ديال السرديل، 2 كيلو اللي ديروا. انا راه درت غير كيلو اللي درت، ديروا 2 كيلو ولا كيلو ونص باش كتجيكم، باش السرديل حيت السرديل خصو وحده تكون فوق وحده يكونوا مراكبات. انا غادي نعقب نصغر حيت عندي ما عنديش سطامبه صغر من هادي. كندير 2 كيلو ولكن هاد المره درت كيلو اللي درت صافي. دابا كنشدو هاد الجناب كنديرو ليهم بحال ما كنجروهم هادو، ودائما كنبركو عليهم بحال ما هكا بحال هكا. ودابا بعد ما كنسدو ليها الوجه ديالها تنديرو واحد الزيت، كنديرو الزيت بحال هكا زيت المائده اللي كنديرو، كنديروها كامله بحال ما هكايا. والفران درته ساخن على 200 درجه. غادي نديرها حتى تيذهب الحجم ديالها اللون ديالها، و 30 دقيقه 40 غادي نشوف شحال غادي تاخد ليا. كتاخد 30 35 على حساب الفران حتى تيذهب اللون ديالها، وغادي نخرجوها ونتلاقاو باش تشوفوا التقديم. ودابا هذا هو هذه الطاوة ديالتنا ديال الحوت. قدمتها في هذا الشكل، راه كتجي زوينه وكتجي في مذاق مختلف على دوك الحشوات اللي كنعرفوا ديال السرديل. اللي بغى يبدل وداكشي علاش لا، راه زوينه بزاف، والا جربتوها راه تعجبكم. وواحد الحاجه النصيحه اللي نقول لكم، ديروا 2 كيلو اولا كيلو ونص ديال السرديل. انا درت كيلو و يلاه جمعها ليا قد ما دارتش معايا، ما خصني ندير كيلو ونص، انا درت غير كيلو. والمهم نتوما الا درتو هاد الطبق ديرو كيلو ونص ولا ديرو 2 كيلو ديال الحوت باش تجي وحده على وحده. وتنقول لكم الى عجبكم هاد الفيديو ما تبخلوش عليا بحال دائما، المهم ديروا ليا جيم وديال الاعجاب باش نعرف بان راه عجبكم هاد الطبق، وتفرحوني ان شاء الله خيرا ليس امرا. وصافي، ودابا واللي ما مشاركش يشارك وبركوا على الجرس باش يوصلكم كاع من هو جديد عندي ان شاء الله. وتنقول لكم بصحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.